هناك انقسام واضح ما بين من يريد أن يدعم مرشح حزب ثالث وهي جيل ستاين من حزب الخضر، وطبعا هو حزب هامش يعني ليس حزبا قويا وحقيقيا، وهناك من سيدعم كاميلا هاريس، وهناك من لن يصوت. حتى عندنا يعني تقريبا 12% ممن سيصوتون لترامب، يعني فعندنا هناك انقسام. عندما تأتي للولايات الترجيحية نجد مثلا أن نسبة كبيرة تتجاوز 41% من العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان لن يصوتوا لكاميلا هاريس وإنما سيصوتون لجيل ستاين. هذا يعني أن كاميلا هاريس قد تخسر الانتخابات، بسبب إذا خسرت بنسلفانيا، خسرت ويسكونسن، خسرت ميشيغان، هذه الولايات الثلاثة تحديدا سيكون من الصعب عليها أن تفوز بالرئاسة، حتى لو حافظت على جورجيا التي قلبها بايدن إلى لمعسكر الديمقراطيين.